المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي فهي مؤسسة وطنية كتشتغل في التعليم الأولي منذ أكثر من 11 سنة. الهدف ديالها هو تطوير التعليم الأولي بجودة. اليوم تنتواجدوا هنايا في حكم الشراكة اللي عندنا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث كنهدفوا باش يستافدوا الأطفال اللي كاينين في القرى من نفس التجربة ونفس يعني طرق ديال التدريس اللي كاينه بالنسبه للاطفال اللي كاينين في المدن الكبرى. اليوم فحنايا حاضرين في اكثر من 60 بروفانس، كنستقبلوا اكثر من 33 الف طفل، ودابا حاليا كاين اكثر من 1000 مربي ومربيه للتعليم الاولي كيستافدوا من التكوين باش غيشتغلوا في هذه الاقسام اللي بداو كيحلوا من هذا الشهر ديال شوتنبير سبتمبر باردون، باش يكونوا نفس الفرصة بحالهم بحال الأطفال ديال المدن الكبرى. فشوف المعيقات كاين في جميع المجالات ماشي غير في مجال التعليم الأولي. احنا عندنا تجربة ديال 11 سنة وكنعرفوا بالضبط مجموعة من المعيقات، وصورتو يعني بشكل مباشر في المجال القروي. لو في المجال القروي كاين يعني بحال ما نعطيك غير مثال، التجهيزات باش يوصلوا لبعض الاقسام راه كاين اللي ما يمكنناش يوصلوا. ملي كنلقاو مثلا بعض الموارد البشريه، لانه حنا كنشتغلوا في موارد بشريه في نفس الدوار باش دوك الاطفال الدوار يشتغلوا مع نفس المحيط ديالهم. بعض المرات ما كنلقاوش موارد في ذاك الدوار، كنحاولوا نستعنوا بموارد بشريه من دوار اخر. كاين المعيقات ديال بعض الثقافات في بعض الدواوير، اللي مثلا بعض الدواوير تيقول لك البنت ما خصهاش تمشي تقرا الى غير ذلك. لكن بالعموم حنا كنشتغلوا وكنتغلبوا على هذه المعيقات، والحمد لله حنا غاديين بخطى ثابته ان شاء الله باش نوصلوا للهدف ديالنا. شكرا.